أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى ولنصبرن